انا شايف ان ده على مكان في المنطقه اللي احنا فيها دي. لو طلعنا فوق الاشاره هتبقى احسن بكتير. هي اسمها لو طلعت فوق مش لو طلعنا. مين قال لك ان احنا هنطلع معاك؟ وبعدين هتطلع كيف؟ هتعمل زي الناس اللي هيطلعوا النخل عشان يجيبوا البلح؟ انا شايف ان احنا ممكن نستغل الحبل اللي معانا، نحدفه على الجبل، نثبته كويس، نشد ندلدل الجبل، تقدر تتسلق بسهوله. ايه السذاجه دي يا حظابط؟ انا شايف ان واحد ياخد الحبل الجبل ويربط الحبل في الجبل ويدلدل الحبل من الجبل، وبكده نوصل كلنا للجبل. على فكره دي نفس فكرتي، بس انت قعدت تقول الجبل كتير. على فكره فكرتي احلى منك. فكرتك ساذجه. نعم فكره عشوائيه. انت اللي عشوائي يا اخويا. اللي انت شايفه صح اعمل. خلاص خلصتوا؟ ما بنتناقش مع بعض. هيا في المهم عربي. عايز ايه من عربي؟ انا املي فيك كبير وعايزك تركز في الجهاز. وانا عايزك تركز معايا. اول ما الجهاز يلقط اديني اشاره على طول. وهو الجهاز لسه هيلقط؟ ده لقط من زمان. انا حاسس ان الاريال اشتغل. المهم انه لقط. طيب يا جماعه ادعوا لي. علي مهلك يا عاصم. خدي بالك من نفسك يا بيبي. قل لي يا بيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. وقعني وقف. الحقني يا عربي. دلوقتي افتكرت عربي؟ الحقني يا بيبي. قالت لي يا بيبي. فخص على الرجاله اختي. يا رب بس وهو ماشي فوق يلقى لنا اي شجره يكون فيها توت ولا لارنج. توت ايه ولا رنج ايه؟ هو طلع شجره فيترك؟ احنا في ايه ولا في ايه يا هان؟ اخوانا جو هنا حر قوي، ما تيجي تستخبى تحت اي شجره قدامه 3-4 ساعات قبل ما يطلع. نطلع فين يا عسل؟ ده شويه هتلاقيه جاي لنا. والنبي يا جماعه حد يشبك لي. طب ما تيجي نطلع كلنا مع بعض. طب ما تيجي نشوف مكان اقصر نستهبل. يا عربي ايه ده؟ عربي مين اللي يعرف اسمي هنا؟ يكونش بوسطه؟ هو انت غيرت عنوانك على هنا؟ عربي ما بطل اداره الضابط بقى. العربي العربي اسمك يا عم. مش انا يا ابني اللي بنده. ايه ده؟ يخرب بيت ابوه. طلع ازاي ده؟ ده ولا نطاط الحيط. عايز ايه من عربي؟ ركز معايا. ايه يا عم انت الراجل العنكبوت؟ طلعت ازاي بالسرعه دي؟ انا نسيت اقول لكم، سنه 92 كنا بنتمرن في جبل سانت كاترين عشان كيفيه الانقاذ. يا عم ما خلاص بقى هيقعد بقى يفشر ويقول لك مش سنة 92 دي كان في زلزال؟ يعني ما كانش في زلزال هتفرق؟ ده وقت حواديت ده. بص على الجهاز فيه اشاره ولا لا؟ اخبيا ناس فعلا ما بتعظمش التاريخ. ما علينا. ايه ده؟ انا عندي اشاره. الحمد ان شاء الله يركض عندك. جات لك اشاره؟ اصبر بشوف. هدي ما تزعقلوش كده. هو بقى علي شوف حاجه تانيه كده. لا مش ناقد. طب بعدين؟ طب في الحاله دي انا عايز الراديو يجي لي هنا. ابعتوا لي معايا حد. لا طلعوا لي مع هانم. كنت واثقه انه هيختارني. ايه الفرحه دي؟ ايه اللي واثقه انه هيختارني واختارك في نهاية عرب ايدول؟ بقول لك يا باشا. نعم. حفظا على الكرامه يعني هطلع انا بالراديو. معلش يا عربي الباشا طلب هانم. يلا عتاب زوقيها وطلعيها. يا باشا انا مش رخيص للدرجه دي. يا عربي ما فيش مشكله طالما هيصلحه وينقذنا طلعها له. والله لو كان طلبنا انا كنت طلعت. ويا جماعه هو ايه التناكه اللي هو فيها اصلا دي؟ بتنزل انت تاخده. بقول لك ايه يا كابتن؟ مفيش حد من العيال دي انا هطلع لك بالجهاز. طب اتصرفوا. اقول لكم احذفوا لي الحبل وبعد كده اربطوا الراديو فيه وانا هسحبه. يلا. شوف لف لف وبعدين رجع لفكرتي. فكرتك ايه يا عم انت هتمرق؟ دي فكرتي انا. فكره الحبل. انا في الحبل انا كنت في الجبل. فكرتي انا وانت قاعد تقول الجبل الجبل الجبل. ما عشان ازود فيها الجبل عشان اروح ارمي بالجبل. لا لا دي فكرتي انا. بس اقعد بس يا عم. الله يا ريتني كنت سجلتها. يلا يا اخويا انت وهو. سيبوا لي بقى البتاعه ديت عشان دي حركات حراميه وهجامين من الاخر. يا
الخيبة دي خبية. معلش هي بس عشان بقالي فترة والله. بعد إذنك بقالي فترة بس بقالك محاولة تانية. لا 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 اتفضل مش وقت نضيعه. القف بقى بسرعة. يو 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 وسع وسع يا اخويا عشان بتنقه انت بتنقه وسع وسع وانا 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 ادي هات بريه. لا خلاص ده بتاع بتاع اوعى يا فرج بيه. لا ما تعملش الحركات ديت احنا على موت كده هون هيوصل. شايفين في هنا دماغ ربنا يخليك يا عتاب. ركزي بقى ونشني صح يلا. لا انت ما تعرفنيش في النشان. ايه ده ايه ده ايه ده لا 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 الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك يا عتاب. ما تفكوا نفسكوا كده يا ناس، مالكوا ساكتين كده ليه؟ مفيش، أنا عن نفسي بظبط إشارة نجوم اف ام، زمان برنامج معاك في السكة ابتدى، إحنا في الكنافة. حقيقة يا جماعة الإحساس نعمة، لا يعني مش كفاية إن هي قتلت الإنسان الوحيد اللي ممكن ينقذنا مننا، لا دي عايزانا نفك ونضحك ونفرفش، أنت جارية أوي يا نسعة تب. هي مين دي يعني اللي قتلت إنسان؟ أنا ما أقدرش أقتل الصرصار. أنت هتستعبط يا بت؟ امال مين اللي حدف الطوبه على عيش الدبابير اللي هتخرج واكله وش كابتن ماجد ووقع من فوق الجبل وقعد يبقى كابتن ماجد. كابتن ماجد مين؟ شوف 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 لقم الفلاحين. على فكره يا نسعى عتاب انا متاكد ان اصولي كانت من الفلاحين. انا مش فاكره حاجه، انا زي اللي الذاكره بتاعتي اتمسحت، انا مش فاكره حاجه خالص، انا فقدت الذاكره. يا حبيبتي اوعى كده يا حبيبتي يا اختي. اهدي بس على نفسك يا اختي عشان ما تتعبيش بزياده. في ايه؟ في ايه كلكم عليها ولا ايه؟ براحة عليها حرام عليكم، دي مخها لسه طاري عامل زي البدل ممششه كده. طب اسمعي يا ممششه انت مالكيش دعوه بالبت دي، انت هتعومي على عمها؟ انا ما بعرفش اعوم يا سعار. يا سلام اعلمك العوم يا بيت. اخاف اغرق اعمل فرج عوامه وانط بيه انقذك. اخاف الجندل يلدعني. ما تخافيش ده احنا معانا الطحالب كلها. لا بزيادك يا حريت يا اخ عربي عيب، ده احنا خارجين من دفنه اتعظوا. معلش يا نسعى عتاب في سؤال بس كاتم على نفسي نفسي اساله، بما اننا بقينا اسره واحده يعني فمن حقي اساله. احضرونا برضو يا جماعه لو بقول حاجه غلط. يعني ليه يا استاذ عتاب كل ما يبقى في امل او حاجه تخرجنا من الجزيره والوحله اللي احنا فيها دي بتدمريها سهوا بقى او عمدا؟ المهم انك بتدمريها. يعني هل يا ترى ليك مصلحه شخصيه اننا نفضل في الجزيره دي؟ او يمكن حابه الجزيره وحابه تقعد عليها، او يمكن مستنيه سعر المتر يغلى فبعدين تبيعي. ايه هو انتوا هتشقطون البعض؟ انا كان قصدي خير. على راي المثل اخرت خدمه الغز علقه. هو انا عملت ايه يعني؟ انا لقيتكم كلكم واقفين كده بسم الله ما شاء الله مش عارفين تحدفوا للراجل الحبل. قمت انا جاتني الفكره قمطت الطوبه في الحبل وحدفتها له. جت في النحل بقى جت في النمل ما يخصنيش، واللي يدخل عش الدبابير يستحمل لدعهم. ويا نحله تقرصيني ولا عايز منك عسل، ويا داخل بين النحله وعشتها ما ينوبك الا لدعتها. ويكفي النحل على فمها تلدع اللي يقرب منها. نسيتي حاجه كمان يا ملكه النحل، اللي يتلسع من النحله ينفخ في النخله. ده انت فاكره كل حاجه بالتفصيل بالامثله بامثله جديده لسه مالفاها. ارحمينا بقى يا شيخه حرام عليكي. فاكره ايه؟ بقول لكم انا مش فاكره حاجه خالص، انا حتى مش عارفه انتوا مين. هو انا كمني عشان وقعت من الطياره لوحدي هنا في الجزيره هتعملوا فيا كده؟ هو هتظلموني؟ هتقطعوني حتت؟ هترموني للقطط؟ حرام عليكم حرام عليكم. فين ابويا؟ فين امي؟ فين عيلتي؟ يا
مين يصدق المسرحيه دي بتتعرض للسنه السابعه وبخشها كل مره والله ناجحه ناجحه مسرحيه ناجحه ابدا قعدني في الصف الاول يا عارف حاضر حاضر تعالوا بس نجيب فشار